نحن والله ما دارين اي حاجه من الناس، لا دارين منك قروش، لا دارين منك صفقه، لا دارين منك قريش، لا دارين منك تعريفه، دارين انك انت تكون عبد لله، ما تكون عبد للشيخ. في مشكله؟ كلامنا فيه مشكله؟ ما في مشكله يا ناس. دارين انك تكون عبد لله، سجدت لله براو، ركعت لله براو، دعيت يا الله مرتي 10 سنة ما ولدت تدينا الجنة. ده يقول لك نتكلم فيه ولا ما نتكلم فيه؟ يقول لك لا يا مولانا ما تغتاب. طيب انت ديلك كيف جازو؟ الدنيا تجوز لك والدين ما يجوز لك؟ الدنيا عندك اعظم من الدين؟ فلا بد يا اخوان الناس تفهم المعلومة دي. زول دار يجي يضللنا في ديننا، وزول دار يجي يكذب علينا في الدين، البيو نجاتنا يوم القيامة. نحن ما نكشف للناس ونرضى في دنيانا اللي بتمشي وتجي؟ فلا بد يا اخواننا الناس تعرف المعلومه دي، وتعرف انه الدين اغلى ما يملك الانسان، وانك اذا افلحت وانجحت في العقيده ستنجح في جميع الاعمال. فالرجل ده خلاصه كلامه، وانا سمعت اشرط التسجيلات حقته، داير الناس يخلوا الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى ويشرك بالله ويكفر بالله، دي خلاصته. ما في حاجه بس ده الموضوع كله، ما عنده اي موضوع غير الموضوع ده. لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والناس اللي بيزعلهم شنو؟ يا جماعه يا ناس يا عقلاء يا ناس يا طيبين، نحن ما عندنا مشكله شخصيه ولا قبليه مع فلان ولا علان، نحن مشكلتنا قلنا للناس ادعو الله براو، الله عنده كل حاجه والله اللي بيديك براو. وديل قالوا لا، قالوا شيوخنا مشتركين مع الله. دي المشكله، فهمتوا المشكله؟ هي دي المشكله كلها، ما في شيء ثاني. احنا جايين نبين للناس الله قال والرسول قال، فلان غلط بنقول يا اخواننا فلان غلط وخالف كلامه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، وان بلغت عمامته عنان السماء. ده دين ربنا سبحانه وتعالى كده، دين الله لابد الناس تبقى واضحه فيه. نحن دايرين انك تعب وظل براو. حصل قلنا لكم نادوا ابن تيميه يستغيثوا به؟ حصل يا ناس؟ ما حصل. حصل قلنا لكم نادى ابو هريره من دون الله رضي الله عنه؟ ما حصل يا ناس. حصل قلنا لكم اعبدوا ابن الغيم؟ ما حصل. لكن ديل قال لكم اعبدوا غير الله. اديك دليل، اودي الكتب. قال بناديهم في كل قضية بناديهم، ما مش الله بنادي الشيوخ حقنا، بناديهم. أنا داير الزول العاقل يحكم بيناتنا يا جماعة. زول داري يورطك، ما أي زول قال الرسول قال معناه كلامه صح، لا، في ناس قاعدين يكذبوا، لابد تعرفهم، تعرفهم عشان لما يجي يكذب عليك بحديث باطل تقوم تبعد منه وتعرف الشر وتنجي يوم القيامة. اما لو اي زول بيقول لك كلام بتسمعه انت بتتورط. الشرك تقول ده الله والاله، لكن فلان ده برضه ندعوه مع الله، نستغيث به، نتوكل عليه، نحلف به، نستعين به فيما لا يقدر عليه الا الله، ده الشرك يا ناس. وربنا جاوب في الايه دي ورانا الشرك شنو؟ واحد جاي يغشنا ساكت. فلا بد يا اخواننا الناس تفهم، والكلام ده لما نجي نقوله نحن والله ما بنتكلم عن اهل الغريه دي، لكن نحن بنقول انه في زول جاي يضلل المسلمين، لابد نكشفه للناس ولابد نوري الناس الحقائق. ليه الناس بتكذب؟ يكذب على الناس، وكل ما يجيب لك كذبه يقول للناس صلوا على النبي، زيدوا صلاه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من افضل العبادات، لكن انت محتال. في شيخ في بشر بيقلب لي بيت ولد، اهو ده لا انا سمعك له، وقالوا في الجامع بيقلب ولد بيت ولد، قال وقال مستعيد ناظر، جينا قام هرب. تناظر شنو انت؟ ولذلك يا اخواننا خلاصة الغل، داير السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة تتبع كلام الله، تتبع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. المفترض كان يكون في يعني مناظرة مع رجل ما من غريتكم جاي من بره، هو الحمد لله ما منكم، اسمه أوهاج. ف وهو وافق براو ذات، والله أنا ولا بعرفه ذات ولا حصل شفته الا لما رسلوا لي المحاضرات بتاعته، حضرتها وفرغتها وفرقت الباطل والضلال فيها. فهو ابا يجي رفضي وكده،
ونحن ما عندنا مشكلة، احنا ما جينا نشاكل زول يا جماعة، ولا جينا نضارب زول، ولا جينا نشتم زول، والله ربنا يشهد. نحن جينا نبين الحق من الباطل.